اهدى ان انت يا عم مش دلوقتي اتكلم الناس الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم جديد مفيش اشتراكات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس زي ما قلنا بكده. فعلا يا احمد، قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا وقبل ما نعمله اي حاجه، زي ما جينا قلنا قبل كده، بنحب الخير لكل الناس ويا رب الناس تحب الخير لبعضيها ولكل الناس. في قناه برضو ناس حبايبنا اسمها اسرار الاكلات، برضو اللي حب اللي حابب الناس اللي هي بتتفرج بقى الاكلات، عايز بقى المدام تغير له الاكل، بيتفرج مثلا على القناه يبص يشوف ايه الاكلات الجديده، ممكن مثلا بتكون فايتك اكله كده او كده او كده، برضو تتفرج تاخد فكره مفيش مشكله. اللي حابب يخش يتفرج على القناه برضو يكون برضو مشكورا، وربنا يكرم الناس كلها ويكرم كل اي حد بيعمل خير. طبعا القناه هحط لكم اللينك في الديسكريبشن تحت، وهحطه لكم في اول تعليق وفي المنتدى برضو. طبعا جينا قلنا قبل كده اللي بيحب الخير للناس بيحب الخير لاي حد، فطبعا انت لما تيجي تتفرج برضو على قناه، دخلت عملت اشتراك عملت دوت اتبصيت من تحت فرحت صاحب القناه، برضو ربنا بيفرحك في اي حاجه، ربنا يكرم كل الناس. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس اللي متابعة عندنا النهارده. ان شاء الله جايين لنا ناس من المتابعين عندنا ومن صحابنا ومن اهل اسكندريه، معاهم كلب بولي من الكلاب اللي هي يعني ما شاء الله ربنا يبارك له فيها، الكلاب اللي هي الضخمه الحجم الجمجمه المقاس، ولكن في كام مشكله مع الكلب هنسمعه برده منه ايه مشاكله. طبعا انت لما بتسيب كلب كده هو بيكبر لغايه الدرجه دي، طبعا الكلب البيت بول او البولي جينا قلنا قبل كده الكلب لما بيجي يكبر بيفرض سيطره في البيت، لازم انا اكون عارف ان انا اتعامل ازاي مع الكلب وافرض انا سيطرتي عشان الكلب ما يجيش في مره يزوم عليا، الكلب يعضني لا قدر الله، لان عضه الكلب البيت بتاعته تبقى عضه يعني ما فيهاش رجعه، لان معروف ان الكلب لما بيجي يمسك حاجه جلد بيمسك فيها بيتبت ما بيسيبهاش، بالذات مثلا لو جسمه سخن. فهنا عندنا كلب جاي لنا مع صاحبه، كلب ما شاء الله كلب تقليب فوق الروعه، ولكن الكلب هنا المشكلة هو ما خدش باله لما الكلب ايه كبر. شوفوا بقى احنا نسمعوا منه ايه المشاكل اللي في الكلب. تعالى كده شويه عشان ما نلاقيش اي حرمه، يبقى احنا كده عندنا مشكلتين مايك انا عالجك وانا هنشوف الكلب. عامل ايه؟ طيب قول لنا ايه المشكله اللي في الكلب؟ المشكله عنده لسه لف عليا قبل كده، لف عليك وانت بتشغله ولا لف عليك مثلا وانت ماشي؟ يعني مره قلت اجريه عشان يخس شويه، انا بقول له يلا امسك، قلت له لفه كان هيجيبني من المدرسه من رجلي، بيقول لي انا مسكت الطرق كان هيجيبني من رجلي، فانا قلت له يعني ما كانش فيه مثلا عركه او حد دخل عليك او اي حاجه؟ لا هو كلب غشيم غشيم جدا يا عم، في يوم ما لبسته على كمامه. طب انت ليه ما جربتش تلبسه كمامه من زهر؟ هو الكلب عنده قد ايه وكده؟ عنده سنة وشهر. سنة وعندك هو جار؟ الربيع عنده بتاع 30. طيب ليه ما جربتش هو من صغره تعوده على الكمامة؟ ما كنتش حابب ان انا اعوده، اللي انا قلت ليه ومخلص ليه عمره طول ما يعوده. لغاية لما طلع لقيته مرة واحدة امي وانا واقف بشغله على واحد، لقيت امي دخلت تطبطب عليه، كان ماسك ايد امي بس مسك وهو بيهجم برضه على لا امي ولا... يعني وهو بيشتغل امي داخله بتقول له بس يعني المفروض انا ابقى عارف امي، لقيته مره واحده مسك ايد امي. هو الكلاب لما بتيجي تسخن تبقى بصل الفريسه اللي قدامها دي معروفه، ولكن انا ما ينفعش مثلا وهو شغال سخن اجي اطبطب على جسمه لان هيفكر ان انا عدو تبع العدو اللي قدامه. الفكره بس مايكل اللي انا كلب دلعتوه متدلع. امي يعني وانت دلوقتي بتشغل امي لقيتها بره بتعيط. قلت لها ما تخافيش هنا استاذ مايكل مفيش اي حاجه. طيب هو الكلب ايه طيب مشاكل ثانيه؟ يعني ما بيلبسش الكمامه دي حاجه مهوره ان هو وبيثبت جامد زي ما انت شايف. على قدر الله معاه مشكله مع حد. هو الحارس هو الله بس برضه انت فاهم؟ ايوه لو لا قدر الله دخل واحد دخل عليا انت فاهم؟ يعني هيديله كرسي هيمسك الكرسي مش عارف برضه كده. هو اسمه ايه الكلب؟ كاجو؟ كاجو كمان من الحاجات الغاليه يعني.
احنا جينا قلنا قبل كده بنشوفوا وضع الكلب ايه، ايه المشكلة، ايه العيوب اللي فيه، ايه المميزات. طبعا الكلب زي ما انت شايف اول ما انا مسكت الكلب عايز ايه؟ عايز ايه؟ طيب هو عايز بقى العصيان وهو عايز لو خليته يسيبه ما اديك 100 جنيه. ايه العبيلة؟ مثلا بتلعبه بحاجه كده تفضل سايبها له يفضل ماسك فيها يفضل. الكلب استاذ مايكل عيني دي بطريقه يعني مفيش كلمه تقع، ما ينفعش تسيبه جنبي، نفسي اشوفه كده عشان امشي بيه. مفيش واحد صاحبي عامة حتى برضه احنا لما بنشتغل معاه مش ده الكلب اللي هيكسبه هو كلبك، احنا الكلب هنشتغل عليه اللي هو مثلا ما يتعبتش يبدل يخش ولبسه الكمامه هو ما يوصلوش برضه مع السيدات، لكن مش ده الكلب اللي هيمشي يبقى سايب جنبك. الكلب اللي بيبقى فيه شراسه هو احنا بس هنعلمه نخليه اللي هو ايه هنلبسه خناقه. انا ربطته ممكن واحد لو دخل عليه لازم انا اقول له امسك ده طبيعي، لان دوت عامل زي عيل صغير، واحد راح مدرسه وواحد ما راحش مدرسه، ما ينفعش اجيب مساله اديها لواحد ما راحش مدرسه ولا اي حاجه اقول له خد حل دي. نفس الوضع كده الكلب هو قاعد مثلا طبيعي انا ما علمتوش اللي هو ما اقولوش ايه ما حدش يلمسه او ما حدش يمشي بيه او ما يشتغلش لما انا اقوله، لكن الكلب دوت مع الطريقه اللي اتعاملت معاك مثلا معاك بيها او هو اتنشا مثلا الطريقه مثلا غلط معاك ده هنعوده ان هو يمشي جنب رجلك، لكن مش ده اللي هيكساه. طبعا اكيد شغال كلاب مش شغال كلاب، ما بتعرفش مع كلاب؟ آه حاجة غريبة. تعرفش مع كلاب خالص. اه ده حاجة غريبة. عندي كلب جوه اللي هو البيت بولي مقاتل كلاب. لا ده وشغل ده بيحب يلعب انت فاهم؟ مش خابر مع الكلاب انت تحطه مع كلب وانت تقعده. لعب جدا. البوليات او البيت بول معروف عنه الكلب يا دوبك شويه تلاقيه امي خلاص. الكلب ده كان وزنه يعدي 250 كيلو. كده خس. هو طبيعي لازم يبقى كده، ممكن يبص اكتر من كده شويه عشان نعرف نشتغل معاه. يعني انا كنت لسه جايب مشايه بس في الخير بقى راح كسر طلع عظيم يا استاذ مايكل، يعني سايب على ربنا وعليك. اللي انا كنت من كتر ما انا الحاجات اللي فيه دي كنت هبيعه بس هو زعل قالت لي ما تبيعوش. طيب بقى عشره اهو انا عايز اعدل اللي هو فيه. طيب ان شاء الله ان شاء الله هنشتغل مع ايه مع الكلب، ولكن احنا عن مشوار الكمامه ان شاء الله هنحلوه.
التتبيكه دي ان شاء الله برضو هتتحل. برضو موضوع اللمس كده اهو ان شاء الله دي برضو ايه يعني في حاجات في ايدينا وفي حاجات مش ايه مش في ايدينا. هنشوفه بقى الوضع اللي هو اللف بتاعه ده، بس لان ده لازم عشان انا اشغله كده اهو لازم اعوضه على الكمامه، لان انا ما اقدرش ان انا اشغله كده ولا اي حاجه واقف جنبه يروح جاي ايه منوين. عادي فدا يا مايك. اكيد لا امي انا بقول لك انا قد امي لدرجه ان انا كنت مولود مش عشان كلب خسر نومي انت فاهم، والعده بتاعته مش بالسهل بص جمجمته اعتبر. ايوه لا هو ما شاء يعني لو اداك عده ده بقى وانت واقف جنبه مايكل انسى خلاص. واحد صاحبي ايوه قال له اضربه صدر له كرسي مع الفلتك انت فاهم، الطوق فلت منه جاي بيمسكه من غير الطوق. هل لقيت صاحبي؟ لا لا ده طبيعي ده اصل الاشحال كان ده اتنين منه لو مسك الاسد هيموته. وبالك بقى لو دخل على بني ادم. طب ما انا واحد مني موت اسد يا مايك. انت عزز عندي انت فاهم؟ انت اديك شايف لما انا جبته جبت لك شامبو وتدين وقلت لك الكلب واحد اتنين ثلاثه هو عامة ده طبيعي لازم بيقعد له الاسبوع الاول عندنا بيبقى تعارف. بص لان ده كده والله العظيم يعني بيبقى في نسبة قلق. ليه؟ ممكن واحنا بنشغله كده يروح جاي ايه؟ واحد صاحبي ياخده مني وهو بياخدوه قال لي ازوقه على راحته بلاش الكلب بيلف. هو بيقول له امسك لف جيب لي صاحبي من هنا انت فاهم، انا بخاف حتى منه ساعات الكلب لما يعني بتتقلب بيبقى غطي جدا يعني صعب حد يقعده حتى ما تضربه حتى ممكن يسجل يسجل. اظن الكلب ده انت ما كنتش بتمشيه خالص. لا من البيت ده ليه اوضه وسرير لان هو نفسه قصير جدا جدا والاكله خلي بالك يعني اكله طب باكل اي حاجه بس اكل بيتي مكرونه لا طب انا هجيب لك كمان مكرونه ورز. لا اي حاجه هزر ولا ايه؟ قطر بس بص الكلب كده يعني خلاص حطك في دماغه. بص حتى لو انت هتقرب منه هتلاقي مره واحده الغل تطلع منه. بص حتى لو رحت ما هي دي حركه غلط. فلتك دي غلط تخوفه مني. ليه بقى؟ انا ما ينفعش اخش على كلب اعمل له ايدي كده اهو. ليه؟ لما بعمل ايدي كده الكلب بيحس ان انت عايز تضربه. هو ده العيال اللي بيجي فيه. لا هو بيبقى مش عارف انت عايز تضربه ولا عايز تلعب معاه. وخصوصا بقى لما يبقى كلب ما ينفعش اعمل الحركه دي. اعمل الحركه دي اخليه هو يقلق مني. يبقى هو خايف ان انا اضربه، خايف اعمل له حاجه كده. الحركه دي تيجي مع واحد غريب ماشي. اللي هو خايف من الكلب فبيعمل كده اهو، خايف الكلب يعضني يا اما الكلب خايف منه اللي هو هيضربه. فالاثنين بيبقوا ايه قلقانين من بعض، لكن انا كصاحب كلب ما ينفعش، انا بخش على الكلب مره واحده كده بس ربنا المستعان ان شاء الله. لكن ده مش الكلب اللي هيتساب. عشان نبقى عارفين ده استحاله. انا امشي بيه جنبي ماشي. نعوده اللي هو ما يشدش ماشي. لكن عشان انا اسيبه كده اهو وفاقدين السيطره فيه صعب. احنا هنقعد احنا هنعلمه ان شاء الله ونظبطه وكله بعون الله. ما هو قبل كل ده لازم اللي احنا نعوده لازم الكمامه. يبقى في طاقه وامر عليه. طبعا هو بيسحلك لو انت ماشي. يعني اخر مره خلينا في اخر سنه. يا نهار اسود. لا كلب فيه صحه. الله اكبر. والله اخر مره ونازل على السلم انا عندي السلم انت فاهم انا طويل. لا هي بص السلم دي طبيعي اي كلب هيجري فرحان عايز ينزل بينزل يجري يبقى ما بيصدق اللي هو ايه عايز ينزل بيبقى فرحان. انما إيه لو كلب خلاص بتنزله باستمرار طبيعي لما تيجي انت هتشكر فيه هينزل على ايه سلمتين ويقف سلمتين ويقف. ليه؟ عارف اللي هو بينزل كل يوم فمش فارق معاه. لكن واحد لسه بينزل بقى كل فتره ما بيصدق اللي هو يطير زي العيل الصغير. يلا بينا احنا هنتفسحوا بجد بتلاقي الولد طاير وفرحان نفس الوضع كده. خد اهي 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 لحد ما تقدر لو خليته يبقى ده البتاع ده عشان بيفك منه. احنا كنت بعمله على الواحد لما اجي في الاوضه عشان بيفك قبل كده من كتر هزاره ورخم عور ابويا. عدى ربنا المستعان ان شاء الله بتيجي الخير ربنا يديك. طبعا زي ما جينا قلنا اهو دي مشاكل من المشاكل اللي بنقابلها في الكلاب. كلب ما بينزلش ياما، كلب بيشد، كلب فقد السيطره عليه. كل دوت بيبقى من ايه؟ من قله نزول الكلب الشارع.
كلب لما بيجي ينزل معايا مره والثانيه والثالث بيبقى متاقلم بيبقى خلاص فرحان طبيعي هو بيشدك ليه لان بينزل كل فتره ما بيصدق ينزل ويلعب وعايز يجري وعايز يطير عايز يطلع كل الطاقه بتاعته فطبيعي الكلب هيشدك وطبيعي الكلب هيسحلك وانت ماشي ليه لان ما بينزلش دي طبيعي زيه بالظبط زي البني ادمين العيال الاطفال لما بتيجي تنزله رايح بيه مثلا فسحه في جنينه اول ما بتسيبه ما بيصدق يلعب ويطلع على كل المراجيح عشان ما بيروحش ياما نفس الوضع كده وان شاء الله ربنا المستعان هنشوف هنعمل ايه مع الكلب وربنا كريم ان شاء الله وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده نرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا وانا هنا سادتي وسادتي تضع لكفنا اليوم والى اللقاء في الحلقه الله اكشن بص عم اللي جاي طالع حاج فرق بيني وبينكم كتير قلبي ميت قلبك جاي قول لي يا محل دار دار ودار ودار حور اللي جاي عليك فيه ضربت فيها مش حياتي انا سقفه سقفه على الباب مش واقفه يلا